ريهام ما صح اللي احكي انا وياكي واسالك خبريني لوين رحتي امبارح فجاه. ما صار شيء مهم لاحكي عنه ليلى. بعرف انك عم تكذبي، يلا خلصيني احكي شو الموضوع. رح اقول لك شو صاير، الملك السيء رجع. طيب يا شباب اجتمعوا كلكم، في عندي شيء بدي اقوله. الملك السيء عنده شيء بده يقوله. تعالي رشاد. طيب اسمعوا، نحن فعليا حصلنا على هاي الحمله بمجهود ليلى الكبير. صار عند ليلى خبره كبيره خلال هالسنين، واذا بتوافق انا قررت انه ليلى تصير مسؤوله خدمه الزباين. ياي ليلى بتستاهل، برافو عليك. شكرا كثير لك. لا شكر على واجب، تستحقي هي الترقيه. جنبك جنبك. بدي من بعد اذنك صلاحياتي هون لو سمحت. بكل احترام بطلب منك توكيلي بمنصب جديد. طبعا جيجي. شكرا لك جنبك. شبك ليش عانقته؟ شو بدك؟ هلا حكيت مع مساعد عاصم بيك وقال لي انه عاصم بيك رح يسافر لانه عنده اجتماع ضروري، وقال لازم تجتمع انت واخوه بعد ساعه. يلا ريهام امشي. ايه يلا. ألف مبروك. يلا يعطيك الله يبارك. جيجي يمكن تترقى كمان. إيه الله يسمع شكراً منك. شكرا كثير لك. ألف مبروك أمير. تسلم جيجي. مبروك. لا تروح من هالطريق، روح من طريق الساحل. لا لا ريهام، بلا بلا طريق الساحل. ليش بقى؟ ما شفتي شو صار معنا المرة الماضية؟ رحنا من هداك الطريق وإجانا اتصال إنه عاصم بيك تعبان، والاجتماع أصلاً التغى وتخانقنا أنا وياكي، ما حبيته لهالطريق خلاص. إذا رحنا من هذا الطريق رح نعلق بالزحمة، برنامج الخرايط هيك عم يقول. هالحكي مو دقيق، رح روح من الطريق اللي بعرفه أنا. إذا ما بدك أنت حرة، فيك تروحي. إيه؟ منزلك هون واطلبي تاكسي وروحي لحالك. إيه ماشي يا جان ديفيت، لنشوفك بالزحمة هلا طالما أنت بتعرف الطرقات كلها. إيه أنا كل عمري بحب روح من الطرقات اللي بعرفها. بعرفه للطريق. يعني طلبت مني اطلع واخذ تاكسي، بس شو؟ بقيت لاني اكابر. لو سمحتي ريهام ماني ناقصك، زحمه كثير والجو اصلا متوتر لحالي. لا يا ريت شي حدا خبرنا مشان الزحمه قبل ما نوصل، ما كنت علقت هون وتوترت يا جان. يا ريت حدا قال لي. يعني ما قدرنا نحضر اول اجتماع مع الجماعه، كذبنا عليهم واخترعنا حكايه ورجعنا طلبنا اجتماع ثاني، وهلا رح نكذب كمان، وبهالوضع وبهالزحمه هي ما بنعرف قديش رح نتاخر عليهم، لنشوف. خلص بقى. اهدي ريهام، أنا كان بدي نقضي وقت أطول مع بعضنا، مو هيك كان بدك؟ هي فرصة حلوة بالنسبة إلنا. بعد إذنك. قليلي أختي. شوفي ريهام، مشوارك لوين؟ كاتيكوي. توصلني على أسكودار طيب؟ طريقي مو من هني. ريهام فهميني شو عم تساوي. أنا عم حل الموضوع مشان نلحق الاجتماع. لكن تفضلي يلا. ريهام أنت شو عم تعملي؟ شايف شو سهلة؟ أنا سخافة ريهام. ولا أبسط من هيك. والله طلعت غلطان، كنت أقول عنها مزاجية بس طلعت مجنونة هالبنت. ريهام استني. ما في داعي، للسيارات الحديثة أحسن حل هو الموتور. أنت راح الطريق. يا ربي دخيلك. عزيز ناريمان، اللي كيفك؟ تمام أنا منيح، أنت كيفك؟ تمام. عادي ليش واقفة؟ فكرت بالموضوع، فكرت كتير بالموضوع. معك حق عزيز، تجاوزت حدودي كتير وتصرفت غلط، وبعتذر. وبشكر كتير على اعتذارك يا ناريمان. عشنا توتر على الفاضي وما كان له أي داعي أبدا. هالقصة بتستاهل برأيك؟ لا قلت لك معك حق، بس يعني هي نورة. طيب بتعرف لما تمشي أظافرك على إزاز مثلا؟ وجود هالمرة هاي بيخليني حس بهذا الشعور. ايه تماما. خلص بكفي على الحكي، حسيت أشعر بدني. ماشي
سكري على هالموضوع. أنا عم أشرب عصير ليمون كتير آخر فترة. بدك تشربي؟ أكيد. تمام. عزيز، طيب ما بدك تعانقني؟ تعي. منشرب بصحة الصلحة. موافق. تمام. ايه هون عند هالمبنى. ماشي، هون بدي انزل. هون، شكرا كتير إلك. اي هي علقت رجلي. شكرا كتير إلك اخي. تكرم عينك. مثل ما اتفقنا. شكرا، يسلموا ايديكي. الله يسلمك. الو، نعم جان. كم مرة لازم اتصل فيك ريهام لحتى تردي على موبايلك؟ راكبة على الموتور مشان هيك ما رديت. ايه صح، بما انك رديتي فمعناتها وصلتي. ايه وصلت. هلا انت وينك؟ يعني حوالي ثلث ساعة وبكون عندك. تقريبا 25 دقيقة بالضبط بكون عندك. حاولي انك تلهي شوي. ايه كيف الهي شوي؟ 25 دقيقة هدول؟ اخترعي اي شيء ريهام، بتقدري انت. بس دقيقة، انت مو واثق فيني جان انه بقدر حل الموضوع لحالي؟ يا الله، هلا هيك فهمتي من كلامي؟ لك هاد معنى اللي عم تقوله؟ لك كيف فهمتيها هيك؟ أنا مو مدير الوكالة أو هيك بيقولوا عني يعني، مشان هيك لازم أنا أكون حضران الاجتماع. إيه؟ تمام جان بيك، تمام. طيب رح حاول قد ما بقدر. معلش ننهي المكالمة مشان ما أتأخر كمان عليه للزلمة. وبعدين تعطلت سيارته لجان بيك، وإذا تركها بالطريق رح يعمل أزمة سير كتير كبيرة، وبتعرف أنت طرقات اسطنبول. وبعدين اتصلنا بمكتب تاكسي وقررت إجي أنا بالأول مشان ما نتأخر. طيب. عليك والله العجقة ما بتصدق. أنت حكيتي القصة 100 مرة، فهمت الوضع، ما يهمك. بس أنا في عندي اجتماع تاني، مشان هيك بلا ما نستنى جان بيك خلينا نبلش. عن جد؟ بدي خبرك شغلي. أول شي بنت أخي عايشة بتكون هي مسؤولة الإعلانات، وهلأ رح تدير كل شؤون الشركة. ماشي، نرجع لموضوعك. شو مشكلة المخرج الأجنبي اللي رحتوا تقابلوه؟ قالوا لي عجبكم وبتكون ياه يشتغل معكم بالمستقبل. آرثر شخص خبير، موهبة استثنائية وناجح جدا بالإخراج، بس أجره عالي كتير. بس هيك، هي هي مشكلته. عن جد؟ المخرجين طبعا ما بيتغير. شو الرقم يلي طلبه؟ ما فيني أقول اللي طلبه. حأكتبه كتابي. لساتني عم اكتبه. خلصتي هلا؟ ايه. فكر بالموضوع، لا تفكر انه هدول نقاط، هدول كله نصفار. بالدولار؟ هاد بالدولار؟ هلا كل شيء بالدولار. في فرق كبير. مزبوط. بس يعني القصة ما فيني اتصل بأخي بأول يوم وكلني فيه وقل له عن الموضوع، مشان هيك رح نحلها ريهام خانو. رح ادفع لكم هالمبلغ من حسابي الشخصي وخلص. شو قلت؟ مو شايف الرقم اللي كتبته؟ مو مشكلتكم بهذا المبلغ؟ مو؟ أكيد. مو بدكم يا؟ بس كمان خير. يعني هو المبلغ مانو بسيط، والله كبير. يعني ممكن نلاقي مخرج تاني يعمل نفس الشغل وياخد أجر أقل شوي، ويمكن يكون هو مشغول، يعني صعب نتفق معه. ريهام خانوم، أنتوا وكالة مهمة، وطالما معكم هذا المبلغ فأكيد رح يقتنع. طبعاً مزبوط. يلا هاي حلينا المشكلة. بس أقلك شغلة بعد إذنك، استناني شوي. بس خليني أرجع وارجيك المبلغ، شوفه منيح. أنت متأكد يعني؟ إيه متأكد. خلص وافقت. فهمت عليك. بعتذر على التأخير. مرحبا. أهلا وسهلا. أكيد ريهام شرحت لك كل شيء. مو مشكلة، وحلينا كل شيء. رح يكون الشغل مع هاد المخرج. يلا يعطيكم العافية. شو قصده بهالحكي؟ هالعالم كتير أغنياء جان، معهم كتير مصاري كتير. ما كان لازم القصة توصل لهون. اكذبي لك كذبة صغيرة قلتلك. فهميني شو قلتي له لحتى وافق بهالسرعة، شو صار؟ لك طلع الرجال كتير غني، ايه شو بيعرفني انا؟ وقال لي رح ادفع المبلغ، شو لازم اعمل؟ طيب كنتي فكري بشي كذبة تانية، انت شاطرة بهالقصص. لو سمعتني كنت اجيت وحليت القصة بالطريقة اللي بتناسبك وما علقتني. شو بدنا نعمل؟
قولي لي شو بدنا نعمل؟ تعي نروح على طريق الساحل مشانك بركي بتصير شي معجزه نحن وهنيك وبنلتقي بارثر كارابيلو. ارثر كابيلو كابيلو كارابيلو ما بتفرق، الرجال اصلا مو موجود بالحياه. لا تحاكيني بهالطريقه، انا صرت مجنونه بسببك. ها ذكرتي هالشي بروايتك. اسكت جان لانه عم تضايقني بكلامك. هالحساسيه الزايده بتعمل حك، انتبهي. وبعدين ما كنت المجنونه الوحيده بالروايه وانت تعلقت فيني، كان الحب متبادل بيناتنا بالروايه لو انتبهت، حب عميق ولازم تحسه بقلبك. ايه دارين عم بسمعك احكي. جان كيف الاجتماع طمني؟ كان غير شكل، ريهان في عندها مفاجأة، حنركب بالسيارة ونخبرك. طيب. ياي عزيز. شو؟ تعال شوف هالوردة الحلوة اللي طالعة. أنا مالي زرع شي بهالقرنة، بتجنن طالعة لحالها بهالأرض. يا الله معناتها نحن عايشين على أرض خيرة كتير. آخر مرة شفت فيها هالورد كان بدي إياك تعمل لي تاج منه بإيديك. كأنه عصير الليمون تعب لي معدتي. طيب شو رأيك أعمل لك كاسة شاي؟ لا ليكني هلأ رايح أخذ دواء بالبيت وارتاح. أنا بالعادة ما بحب الكذب بس بدي أعمل هيك مشان الشركة، شو بدي ساوي يعني؟ طيب تعالوا نفكر، قلنا كبير بالعمر يعني المفروض يكون عمره 60 سنة تقريباً مو؟ ايه صح. هذا أرثر من وين كان؟ العراق. بتذكر إنه إنجليزي من أصل إسباني. لا ترد على جيجي إنه عراقي، الرجال إنجليزي من أصل إسباني جان، هيك قلنا العاصم بيك بوقتها. هيك لكان شي حلو، برافو عليكم. تمام، عمره 60، لازم يكون مثقف طبعاً. بيحكي إنجليزي واحتمال إسباني كمان. ايه صح صح، هيك لازم. حنختار ممثل مو معروف. اتفقنا؟ بس أنا كل واحد فيكم يروح على وكالة تمثيل. بس في مشكلة تانية، المفروض هو شخص كتير مشهور لأني مدحته بطريقة مبالغ فيها. لازم يكون عنده موقع إلكتروني. أنا بهتم بهالشي جنبك. وكيف رح تهتم بهالشي يا جيجي؟ هذا موقع إلكتروني، موقع إلكتروني مانو قهوة. سكوت أنت خراس. تمام جيجي، منحلها أنا وأمير. أي وأنت كمان ما بتفهمي بالقصة. أمير كان في هداك الهاكر اللي اشتغلت معه ألين، بتتذكره؟ قالت اسم ألين فجأة ولي رعبتني. ايه اكيد بتذكره، شلون بدي انساه؟ ماشي معناتها خلينا نحكي معه. تمام طيب ماشي ليلى، قومي لكان تعالي. يلا خلينا نمشي بسرعه، بنشوفكم. ونحن حنهتم بقصه الممثل. جيجي مو كان بدك توسع صلاحياتك لكان شوف ممثل، دورنا على شي ممثل. ايه جنبك. ايه انا رح روح اقعد هنيك بعيد عنكم احسن. ليش؟ ليش؟ مشان ما يصير معي حساسيه قويه مثل ما قلت لي، ومشان ريحك جنبك. في معك حساسيه؟ سألوا إلو، مو حابة أحكي. حساسية شو؟ مو حساسية حقيقية، تعبير مجازي؟ جيجي سكوت أصلاً أنت شو بفهمك؟ بلشت حك أنا كمان، حسي حالي تحسست. تعبير مجازي ما في شي، خلص اهدي. جان ليش ما شفنا هذا إذا بيزبط؟ إيه والله معك حق، هذا ممكن. خلص يصير معه؟ شو اللي تزوق هاي؟ تمام بس لشوف شو مجال عمل هي الشركة. ليك جان المفروض تدور بأعماق قلبك عن هالبنت وأكيد رح تلاقيها، بس إذا ما لقيتها لا تترك إيدها مهما صار. فهمان الموضوع، أنا تعرضت لحادث وفقدت الذاكرة، بس ليش قلبي ما عم يقول لي؟ شو هو السبب؟
شو سهلته؟ خلص سهلته لارتر كابيلو وانحلت المشكلة. ليكو شفتوا؟ هذا هو مخرجنا، شكله مناسب عن جد. شو رأيك جان؟ مبين عليه اختيار حلو. ايه مبين منيح. مزبوط، برافو عليكي والله ريهام، لقيتي الشخص المناسب. نجاتي توكماك ممثل مسرحي بيحكي انجليزي بكل طلاقة وعاش بانجلترا سنة كاملة كمان. ممتاز، برافو ريهام. لنتصل بوكالته. اتصلت فيهم هلا، عنده مسرحية لبطل واحد، مسرحية الشيخ والبحر. منروح منشوف المسرحية معناتها. امشي خلينا نروح. طيب يلا. رح جيب شنطايتي، راجع فورا. دارين انت اتصلي بأمير وشوفي لي شو الوضع عنده. تمام، خلص ولا يهمك جان. ليك المسرح بالنسبة إلي أسلوب حياة. والله شي منيح بلشت تنحل مشاكلنا، ليش ما عم يستشيرونا بشي طيب؟ قرروا كل الإجراءات بدون ما يعملونا أي اجتماع. وليش لا يستشيروك يا غليظ؟ قصدي شو بفهمك بهالقصة؟ ليش ما استشاروني أنا باعتباري موظف قديم وخبير بالوكالة؟ هلا لقينا واحد خبير وعمره 60 سنة ومعتبرني حالك قديم أنت؟ ليش بتعرف قديش عمري قبل ما تفتح تمك؟ أنا خلقان بمكان ماله عادي. لك ما بيهمني أنت وين خلقان. إن شاء الله ما يكون غير عنوانه بعد ما نقبض عليه. ما يهمك رح نلاقي. هذا هو الشاب؟ آه، شو هالصدفة الحلوة، بس نحن أصلاً جايين لهون لنشوفك. إذا مشان المحكمة لا تعذبوا حالكم لأنه القضية تسكرت. لو كان بدنا نتابع القضية ما كنا إجينا لعندك. تعال. طيب وليش جايين لهون؟ خد يلا خد، لا تخجل. شو هاد؟ في بقلبه مصاري، خده لا تخجل، بدنا إياك تشتغل معنا. اختراق حساب؟ ما رح نخترق حسابات، بدنا تخترع لنا شخص من الصفر. شكله هالممثل مو كتير مهم، لكن المسرح فاضي. لا تنسى نحن بموسم صيف مشان هيك. مزبوط، الناس بهالوقت بيصيروا يسافروا أكتر. المبدعين بيقدوا شغلهم بشغف وحب لو شو ما صار، بس مانك متذكر هاي المشاعر يا جانبيك؟ رجعت جانبيك كأنه؟ شو قلك حبيبي؟ ريهام حاسك كأنه بدك تقولي شي بس مو قدرانة؟ اسكت بلشوا. أيها القبطان، إيه؟ فلتخبرنا عن رائحة البحر الذي يمنحنا من كرمه الكبير. كلمنا بلغة البحر، أرنا وحدته، أرنا طريقه وحياته أيضا. أكلنا كتير والله. إيه سلم هالإيدين على الأكل الطيب. يسلموا إيديك، الأكل طالع بجنن. صحة وهنا على قلبكن. قلت صحة وهنا؟ إيه قلت. ما رح ناكل شي تاني؟ هلأ أكلت بابا. يا بنتي ما أكلت شي، هي بس فطيرة فول صويا وحدة. إيه بكفي. مشان هيك بآخر فترة صارت صحتك كتير منيحة نهاد ما شاء الله. إيه اسمع لقلك جيجي. نعم. أنت عليك الأكل والقهوة علي. خلصنا. لا ما بصير أبدا، لا مستحيل. أنا رح أعمله، كان الأكل كتير طيب. صحة وهنا، أنا بعمل القهوة. لا لا ما بقبل. طيب أنا رح موت من الجوع أمير، وين الصحة المنيحة؟ بعرف عمي بعرف، مشان هيك لك شو خبيت لك عندي. خدها. يسلموا إيديك. خبز محمص، تخيل حتى ببيتي ما بقدر أكل خبز محمص. شكله حلو. امي شفتي وشه؟ والله منظره بيقطع القلب. صح صح يا عروش فقت عليه. رح خبيكي بقلبي. هذا البحر وهذه الوحدة وهذا الرابط، الرابط العظيم الذي سيجمعنا سويا. بتجنن، برافو. والله برافو يا ريهام، واخيرا لقينا الشيء اللي عم ندور عليه، وهالشيء بفضلك طبعا، انت الوحيده اللي قدرتي تحليه. قال لك كلمتين حلوين وانت نسيتي كل شيء يا ريهام، كيف قدرتي تنسي اللي قاله بهي السرعه؟
ايه صح الحكي. ايه طبعا صح، لانه انت الوحيده اللي لقيتي. طبعا هذا جهدي يا جان بيك. مساء الخير. مساء النور. يعطيك العافية. شكرا. احنا من وكالة الفكرة الرائعة، منقدر نقابل نجاتي بيك لو سمحت؟ ايه طبعا رح ينبسط كثير. ايه خلينا نفوت لعنده. تفضل. وهيبة. يا الله شو عم تساوي نهاد؟ موتتني رعبة. يعطيك العافية وهيبة. الله يعافيك. حلوة كتير ريحة القهوة. فيك تحطي لها شوية سكر؟ حابب ذوق طعمة حلوة. مستحيل. شوية سكر. مستحيل. بس قطعت سكر واحدة. والله يا مليت من اللي عم تعملي فيني. شو هالعيشة هاي؟ عنجد مليت. ايه شو هالحكي هاد؟ نحن عم نعمل هيك بس مشان صحتك ومشان ما تتعب جيجي وأنا وكلنا بالبيت كمان. عيب عليك والله عيب. امبارح أنا وماشي مرقت من جنب محل حلويات وهيبة، ما أحلى منظر الحلو ممدود بالصينية ولا منظر الكعك والبقلاوة. صرت أتفرج عليك كيف عم يساوي صينية البقلاوة قطر 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 قطر. حسيتها هيك عم تقليني هات تحكلني بس ما كان فيني. وبعدين رجعت وقلبي محروق على هالمنظر. قعدت لك بالزاوية وبلشت ابكي يا وهيبة ابكي. خلصنا بقى لا تمد ايدك. معقول تعمل هيك مثل الصغار؟ هلا الحلويات مستاهلة تبكي مشانها وانت رجال؟ معقول تعمل هيك؟ والله ما بيصير. خلص يا روحي. ايه تمام. خلص بقى لا تمد ايدك. عم قلك هيك عم تأذي حالك. نحن عم نعمل هيك مشانك مو مشاننا. ولا تنسى انت طلع معك سكري هلا، مين رح ينأذى وقتها؟ وجيجي كمان عم يحاول يساعدك. الله يرضى عليه ويوفقه. خلص بقى نهاد خلصنا. بهنيك استاذ، كان أداءك كتير حلو. شكرا لك وشكرا لجيتك. شكرا لكم. يلا في ناس بدهم يشوفوك من وكالة الفكرة الرائعة. خليهم يتفضلوا. يلا تفضلوا فوتوا. مرحبا يعطيك العافية. أهلين أستاذ. شكرا. نجاتي بيك، مو معقول تمثيلك شو حلو. أشعر بدني عن جد أديت الشخصية تبعك بكل احترافية. شكرا لك يا أنسة. إني اسمع هالحكي. أنا بعتذر. شي بيسعدني. شكرا لكم. أنا اسمي جان وأنا بكون مدير الوكالة. ريهام خانم مديرة القسم الإبداع. شرفت فيكم. ونحن بالأكثر حابين نعرض دور على حضرتك. أنا عن جد عم تحكوا؟ هالشي بيسعدني. آخر مرة مثلت بالتلفزيون بمسلسل دراما لعبت دور خادم. كان دور طويل بس للأسف تعرضت لحادث وقتها وقعت من على الحصان بالجزء الرابع. الحمد لله أنك بخير. شكرا إليك. ما حالفني الحظ، تركت التلفزيون من وقتها. شو الشغل؟ إعلانات شي؟ لا خلينا نقول رح تمثل شخصية رئيسية معنا. شو عم تقولوا؟ هالحكي حلو. انت منيح استاذ؟ ايه منيح بس متوتر شوي بصراحة. ليك الدور اللي عم نحكي لك عنه دور مخرج اجنبي استاذ. رح تحكي انجليزي، انت بتعرف انجليزي ما هيك؟ ايه انا بحكي انجليزي. بالعادة أنا باخد أدوار مثل هيك. إيه واضح. بالنسبة إلي هي فرصة كتير كبيرة. نجاتي بيك شو رأيك تشرب لك شوية مي؟ بيكون أحسن يعني، هدي حالك. لا لا أنا منيح. لا شو هالحكي؟ ريهام اتصلي بالإسعاف فورا. عم يمثل؟ اتصلي بالإسعاف يلا. إذا ما كان عم يمثل فهي نوبة قلبية. تمام. بدي سيارة إسعاف فوراً. أغمي عليه. نجاتي بيك اللي وقع، ممثل مسرحي، كيف ما بتعرفه؟ ريهام ليلي يا ترى في داعي أعمل له تنفس اصطناعي ولا هيك بكفي؟ أوعك تبوسه جان، عم تصير شغلات بتخوفهم. يلا تعالوا بسرعة. إن شاء الله ما أضطر أعمل له تنفس. لهلأ ما كنا نلاقي ممثل، لهيك فكرت إذا فيك تساعدني بالموضوع. اسمعني
نحن هلأ لازم نختار شخص يكون في عنده ملامح إسبانية واضحة. شوف الصور وفكر وبعدين حط إشارة على الشخص اللي بتلاقيه مناسب. بعدين بتجي بتقلي جيجي أنت فاضي، وأنا رح أقلك فاضي أكيد، وقتها بتخبرني عن الشخص اللي بتلاقيه مناسب من بين كل هدول. شو اتفقنا؟ يلا اطلع، يلا في عندي كتير شغل، فيلا ألقي نظرة. يلا ماشي. بتحس لجيجي كأنه صار واحد من أولادنا. خد الحليب اشربه. شكراً أمي. نهاد، بتتذكر ليلى وريهام لما كانوا صغار ويقعدوا يحضروا دروسهم هون؟ قديش كانت أيام حلوة؟ طبعاً بتذكر وهيبة، طبعاً لأنه وقتك كنت شبعان طول الوقت. يا الله جيجي، معقول لسه لهلأ ما خلصت الشغل تبعك؟ لا لسه، عم دور على مكان لتصوير الإعلان. قالوا بدهم منطقة استوائية، ولهيك فكرت بجالاباغوس. شو رأيك؟ رح تنبسط ريهام كتير بهالفكرة. حلوة كتير. ايه مزبوط. وبعدين اتصلت بشركة محلية هنيك ليلى، قالوا لي شي ما فهمته، بعتوا لي شي مكتوب وعم رد عليهم. لغتي الإنجليزية ما بتساعد، لغتي الإنجليزية ما عم تساعدني، طلعت هي العائق الوحيد لمسيرتي المهنية من البداية. صرخ. خلص خلص، منلاقي حل ولا يهمك. رح آكل بوشار. حبيبتي ليلى، عندي مفاجأة لإلك، اشتريت تذكرتين لنحضر فيلم، لازم نريح حالنا شوي. لا لازم نشتغل. حبيبي جيجي عمل نموذج أولي ممتاز، شو رأيك نساعده شوي وبعدين منروح على السينما؟ أنت متأكدة؟ وحتى ما سألتيني شو هو الفيلم ولا مين البطل. الله، إيه وأنت ما سألت مين رح يمثل آرثر كابيلو. طيب حبيبي، أنت بتعرف شي مين رح يمثل شخصية آرثر كابيلو؟ لا والله ما بعرف. أنا كمان ما بعرف، فلازم نشتغل ونلاقي الشخص. مزبوط جيجي؟ لهيك بعدين منروح، معليش. جيجي بعتذر، عم بزعجك بس شوي. تفضل ابني عود. بدك بوشار عمي نهاد؟ خود. لا انت عامل حمية بلا غلاصة. على مهلك عمي، خلاص طول بالك، لا تحط عقلك بعقله. خلاص عمي روق شوي. خلاص ليكي ليلى، نحن في عنا شغل كثير ولازم نخلصه بسرعة، ما عاد في معنا وقت. عمي لك شو صار له؟ الرجال غاب عن الوعي تماما. كثير منيح انه رحنا معه على المشفى واطمنا عليه. ايه طبعا لازم نروح، يعني بالنهاية الرجال صار معه نوبة قلبية بسببنا نحن. منيح يلي مرقت. اول شيء ليطيب، وبعدين بدنا نخليه يمثل باول اعلان معنا، لانه انت شفته وعم يمر باوقات سيئة حرام. وانا كثير بتفق معك، لازم نفرجيه تعاطفنا بالكامل. عم حس بتأنيب الضمير تجاه هذا الرجال. حتى أنا. حابب تأكل شي سندويشة؟ والله يا ريت، وبساعدك بالشاي لأني كتير جوعان. ايه ساوي الشاي أنت. الشاي هون ما هيك؟ كل شي بدك يا موجود عندك. أزحت الصحن. الصحون عم تزحط. ريهام بتعرفي، مع أني ماني متذكر سبب حبنا الكبير، بس بلشت أفهمه. عن جد؟ شو هو؟ ضليتي سنتين عم تطلعي علي بهالطريقة، وأنا عشقت نظراتك. صايرة مثل البوزة بعز الصيف ريهام، ليك كدبتي قدامه بسرعة، خلي عندك شوية كرامة. شو عم تقولي؟ ليش هالحكي هلأ؟ مرينا بيوم متعب وعم اطلع عليه بنظرات تعب مو أكتر. بس ما حسيت إنه نظراتك إلي كانت عم تدل على التعب. مفكر حالك فهمان كل شي. هو القصة كلياتها إنه تعبنا كتير اليوم، من الاجتماع للمسرح وبعدين من المسرح على المستشفى، طول الوقت تعبانة لهيك كنت صفنانة وعم اطلع.
بترتاحي لما تطلعي علي؟ لا مو هيك ابدا. اللي عم حاول فهمك يا اني ما كنت عم اطلع عليك. بتتغيري بلحظه، انت على طول مزاجيه هيك. ما بتغير، بس انت ما عم تفهم وكان بدك تساوي شاي. خلص اعمله خلينا ناكل. ما رح ساوي الشاي، ساويه انت تصبحي على خير. لا ضايقت؟ نهز بدنك؟ خايفه منك. ايه بساوي للشاي وبساوي سندويش معه. رح يرجع ما راح؟ اي والله. شو حبيبي؟ أمير؟ شو حبيبي نمت؟ فكرتك نايم. تعالي تعالي. جيجي لقى شعار جديد قبل شوي، على فكرة الشعار حلو وكان ضروري إننا نتناقش فيه. متضايق مني لأني عم جيب شغلي على البيت، ما هيك؟ عم تجيبي شغل؟ ما نحن أساساً الشغل ساكن معنا بالبيت. لا تحكي هيك، اسمع لقلك، عملنا إنجازات مهمة وتعبنا كتير كمان. بدنا نضل عم نحكي بالشغل هلا؟ منحكي عن الحب حبيبي. أنا ما بدي إياكي تحكي عن شي هلا. ماشي. خليني أشوف التليفون. إيه ما بدي رد. سكرته. وين كنا؟ خلص طفيته. شو كنا عم نحكي؟ لا تشغل بالك، ما في شي مهم أبدا، نكمل حبيبي. وبعدين لك حبيبتي. حبيبتي شو القصة؟ ما عم بقدر ركز على شي أبدا. لك والله صرعني وهو عم يرن. رح أطلع على السريع وأرجع لك. إيه جيجي مو هيك؟ إيه جيجي. شو؟ ليش عم تضحكي؟ عفوا حياتي، بس الفكرة بتجنن. فكرة بتجنن إنه يضل جيجي بالبيت؟ حبيبتي هالفكرة كتير سيئة. حبيبي أمير لا تقول هيك، بتعرف هاي الحملة قديش مهمة بالنسبة إلنا. ما بتعرف أنا وجيجي قديش اشتغلنا وتعبنا على هذا الموضوع. كيف؟ شو هي الموسيقى التافهة والبايخة؟ هذا جيجي ملاقي موسيقي شاطر وهلأ بعت لي الموسيقى التجريبية لحتى أسمعها. على فكرة مانا سيئة. تمام ليلى، فيكي تروحي وتخلصي شغلك وأنا ما رح أزعجكم أنت وياه. حبيبي خلص آسفة، تركت الموبايل. خلص خلص، ما عاد مد إيدي على الموبايل بنوب. خلص لكني إجيت. لا تعمل هيك. طيب. ليكي طلعي علي، طلعي ليلى، لا تخجلي مني. فيكي تروحي تكملي شغلك أو رح قوم قلعه لهذا الرجال من البيت، فهماني؟ لا أمير أنا ما عم بمزح بنوب. يعني متضايق من شغلي؟ عم بحكي عن جيجي مو عن شغلك. لك انت ألطف وأحلى وأحن زوج بالدنيا كلها يا تا، الله يخلي لي اياك. لك انت ما في منك والله. ليك انا بوعدك اني رح روح دقيقتين وارجع لك دغري. ايه ما رح طول كتير، بس دقيقتين دقيقتين وبرجع. طيب عم بستناكي هالدقيقتين. خلص صار لازم اقلعه من البيت. هو يلي بيخلي الناس يقلعوه بعدين بيصير بيقول قلعوني 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 من البيت. شو هالسندويشة الطيبة اللي عملتها؟ يا إلهي ما أطيبها هالسندويشة، ما أشترني. كان رح يغمى عليكي من التعب قبل شوي، السندويش فادك، لو حطيتي فيه جبنة كنت استفدتي أكتر. أنت ريح حالك، ما دخلت فيني. حاجة تعيطي؟ عندي شغل بكرة وعم حاول نام. بالله وبعت لي سمايل عم يضحك. شو هالحركات المولدنة تبعك هي؟ مو حلوة بحقك أبدا. ليش ريهام؟ ما معه حق؟ ما انتبهتي قديش عذبتيه بكلامك؟ والله مليت، ما عاد بدي تعليق أو تدخل بالمرة. عيب الحكي. ما كنت عم أحكي معك أنت، ليش هيك دائما بتفهم الموضوع؟ أوف يا الله أنا كتير تعبت اليوم. ما حكيت معك. ليش عم حط حالي بهالموقف؟ مو قاصدتك. ما بعت. طيب السندويشة.
ابني؟ صباح الخير، كيفك يا روحي؟ ها؟ ليك اجيت وجايبت لك شوية صور معي، هدول الصور من لما انت كنت ولد صغير وحتى لما كنت رضيع كمان، يمكن يساعدوك لحتى تقدر تتذكر. ايه صح، وكمان جبت لك معي كل الصور تبع عرس امير. نشرب القهوة ونقعد منتفرج عليهم مع بعض. ليكي ماما، كان الأحسن تتصلي قبل ما تجي لهون، عندي شغل مستعجل. معلش لا تواخذيني، بس لازم روح على الوكالة بسرعة، ولسه في صحون جوا بدها جلي ما فيني اتركهم، ولسه بدي ساوي تختي وغسل وشي كمان، ورايح بعدين عن جد مستعجل. يا ريت اتصلتي قبل ما تجي. كنت شوفهم على القليلة. خير نورة، شو اللي جابك لهون هلأ؟ اجيت من شان شوف ابني، لازم اطلب منك اذن قبل ما اجي يعني؟ ما بيحق لك تقتحمي املاكي وتعكري لي مزاجي بحجة انه بدك تشوفي جان، فهمتي ولا لا؟ هاد حب الابن حبيبتي، هاد حب الابن. بس طبعا انت ما رح تفهمي قصدي لانه ما عندك اولاد بنوب. تأكدي لو كان عندي ابن فما كان رح يعاملني بالطريقة اللي عم يعاملك فيها جان. لك شو عم تحكي؟ هالعمر هاد صار صعب عليك تجيبي اولاد حبيبتي. كسرك هلأ؟ اكسري على راسك؟ يا خسارة، مريضة. عملت لك بيض بفول الصويا، ظريف كتير، ألف صحة وهنا. تفضل كل لو سمحت. طيب أنا رح طعميك، شكلك تعبان اليوم، بس شو السبب يا ترى؟ اللي وهي الطيارة؟ رح تفوت على المطار. كلا، افتح تمك، يلا يلا افتح تمك. هم هم. وهيبة خانم. صباح الخير جيجي. صباح النور أمي. شبك؟ شو صاير لك؟ رح أقلك، نهاد بيك اليوم فايق بكير، ولما فقت قلت له نهاد بيك رح أعمل لك بيض من شان تفطر وتبدأ نهارك صح. كاتب لوحة إنه هو مضرب عن الطعام ورفع السكين بوشي. رفعها بوشك؟ إيه رفع. هو هددك يعني؟ خلص لا تهكل هم جيجي. إهدى يا روحي. والله موتني رعبي. يا حبيبي شو مرعوب؟ كتير. اطمن ما رح يعمل لك شيء. إيه؟ ولا يهمك، أنا بحل القصة. ماشي؟ ماشي. يا روحي أنت. صباح الخير نهاد بيك. أهلين أهلين، صباح الخير. أضربت عن الأكل؟ ما عم باكل أساساً، عطول جوعان وطول الوقت عم حاول أشرح لكم وما في فايدة. وبما أنك صرتي ما عم تطبخي بهذا البيت فأنا اعتباراً من هذا اليوم ما عاد أكل بنوب. يا عيب الشوم عليك، عيب. نحن وجيجي عم نعمل هالشي كله مشان مصلحتك ومشان ما تسوء حالتك. ما رح أضل عايش على الأكل اللي عم يعمله هذا الشاب، أحسن لي موت بسبب البيض والسجق الطيب اللي بتعمليه. حلو سيدني هاد، اعمله وكتر. صباح الخير عمي. من وين بده يجي الخير ابني؟ ما رح يكون في خير ليطلع جيجي من هذا البيت. ايه وانا معك عمي، صرت اشتاق لمرتي ومشتاق نرجع ناكل مثل قبل. لا تخاف يا روحي، ما بيقدر يأذيك وانا موجودة. ماشي. نعطي نهاد بيك سكين بلاستيك للاحتياط؟ لا لا، بس انت حاول ما تقرب منه كتير هالفترة، يعني خاصة لما يكون في شي معدني قدامه، ولما يكون بإيدك فول صويا لا تقرب عليه. يعني لازم دير بالي؟ فول الصويا مضايقه كتير. يعني هذا هو اللي مضايقه؟ شو دخلني أنا طيب وأنا فكرته متضايق مني؟ لازم يطلع من البيت بأي طريقة أمير، هو وفطاير الصويا تبعه أصلاً عباها بكل مكان عنا. تمام تمام عمي، ما يهمك. بالمناسبة تركت لك شي بالدرج تبعك. ايه انت بطل ابني، رايح وانا جوعان ومعلش بدي موت من الجوع كمان.